وكانت تنك حليان علب صفيح حليانة أو جذع شجر أو ما شابه ذلك. وين نروح وين نروح؟ قلت لهم أنا بسوق وأنا بروح وأبي أحد معي يعني يساعدني. فكنت أسوق السيارة ومعي شخصين وواحدة من تجمعون من الشوارع ورحنا. أيوة أنتم باحثين كويس يعني عن التاريخ. فالمهم رحنا ونجمع الصفا وأي شيء نلاقيه يتناسب مع الديكور والبحر وشاطئ البحر جبناه في السيارة. في لحظة شفنا في نساء طالعين بيوتهم جايبين أكياس ويرموها بالوانيت. أنا كنت أسوق الوانيت. هذا الكلام في 78 يعني عمري 18 سنة تقريبا. المهم فيحطون قلت لهم جايبين أغراض معانا شكرا أكيد جايبين لمواعين. قالوا لا العفو هذا يعني حاويات افتكرنا يعني بدل ما نقطع في الحاوية نقطع عندكم هاي فضلات البيت. لا لا ليش كان يقول لهم أنتم مو سيارة البلدية؟ قلت لهم لا 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 فهمتوا غلط.